الاجتماع 69 للمجلس التنفيذي لمنظمة الطيران العربية، تقليد سنوي لمناقشة الشؤون التنظيمية والمالية للمنظمة وإرساء خارطة طريق لعملها مطلع 2025-2026، جدول حافل وحضور رفيع للأعضاء والوفود المشاركة. في هذا المجلس 69 نتطلع إلى تقوية وتطوير العمل العربي المشترك في مجال الطيران المدني. هو الطيران ممكن الاقتصاد، الطيران ممكن لربط الدول في العالم مع بعضها البعض، وخاصة الدول العربية فيما بينها وكذلك في العامل الخارجي. هناك تطوير للتكنولوجيا المتعلقة بالطيران المدني في العالم، يجب أن نكون مع هذا الركب، وهناك متطلبات جديدة مما يتعلق بالبيئة والآثار الناجمة عن تشغيل الطيران المؤثر على البيئة، يجب أن نكون كذلك مع الركب الدولي. أشغل الدولة الحالية تتغي انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي واللجان الفنية للمنظمة والتداول في الترشيحات العربية لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، كما سيتم تسليم رئاسة الدولة إلى دولة ليبيا بعد أن ترأست الجمهورية اللبنانية الدورة السابقة، وذلك خلال انعقاد الدورة 28 للجمعية العامة. حقيقة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية هو بمثابة مجلس إدارة لهذه المنظمة. لدينا جدول أعمال حقيقة سنناقش به مواضيع مهمة، على سبيل المثال الحصر، منها توسيع مقاعد العربية في مجلس الإيكاو، ومن هذا حقيقة موضوع مهم جدا بالنسبة للدول العربية ولأعمال هذا المجلس، بالإضافة إلى مناقشة اللجان، مخرجات اللجان، لجنة السلامة الجوية، لجنة النقل الجوي، لجنة أمن الطيران، لجنة البيئة ولجنة الملاحة، وإقرار مقرراتها ورفعها إلى الجمعية العامة، بالإضافة إلى مناقشة الأمور الإدارية والتدقيقية والمالية لأعمال المنظمة خلال هذه السنتين. هذه آخر جلسة لهذا المجلس اللي فيها في دورته الحالية. إن شاء الله نتمنى أن تسفر انتخابات الناتجة عن اجتماع الجمعية العامة 28 عن انبثاق مجلس جديد برؤية جديدة، ويكون داعم لعمل هذه المنظمة. أبرز المحاور هي أوجه التعاون المشترك، التعاون في أن تكون المنظمة العربية المشتركة موجودة في المنظمات العربية والمنظمات الدولية الموجودة في مجال الطيران المدني. يذكر أن المجلس التنفيذي للمنظمة يتكون من 9 دول أعضاء يتم انتخابهم من طرف الجمعية العامة كل عامين، فيما تضم الأخيرة جميع الدول الأعضاء وهي أعلى سلطة في المنظمة، فيما يروم المجلس التنفيذي استعراض وبحث سبل تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للمنظمة وتعزيز العمل المشترك للنهوض بصناعة الطيران المدني العربي.